السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعينا الكرام داخل أرض الوطن وخارجه. موضوع اليوم سنخصصه بطبيعة الحال عن المنتخب الوطني الجزائري، حيث ينتظر أن تتنقل العناصر الوطنية بعد عصر اليوم إلى مدينة الدوالة الكاميرونية في رحلة خاصة، وستدوم الرحلة من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة الدوالة الكاميرونية 7 ساعات كاملة. وخلال تواجد العناصر الوطنية بمدينة الدوالة ستقيم بفندق أونومو، بينما تجرى التدريبات بالملحق الجنوبي لذات الملعب جابوما الذي سيحتضن مباراة المجموعة الخامسة، الذي تضم علاوة على المنتخب الوطني الجزائري منتخبات سيراليون، غينيا الاستوائية وكوت ديفوار. وكان من المنتظر أن تتنقل العناصر الوطنية إلى دوالة يوم الخميس، لكن الرحلة تأخرت إلى نهار اليوم، وهذا بعد تأخر حصول الطاقم الطبي للمنتخب الوطني الجزائري على نتائج فحوصات كورونا. والحمد لله جاءت النتائج سلبية حسب ما استقيناه من الطاقم الطبي للمنتخب الوطني الجزائري المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو ما قد يسعد كثيرا الطاقم الفني للخضر بقيادة جمال بالماضي، الذي كان متخوف كثيرا من حصول بعض اللاعبين على نتائج إيجابية. وعليه ستدخل العناصر الوطنية رحلة الدفاع عن لقبهم بمعنويات كبيرة جدا، وسيستهل الخضر رحلة الدفاع عن لقبهم يوم الثلاثاء من خلال مواجهتهم لمنتخب سيراليون بملعب جابوما بمدينة الدوالة على الساعة 2 بعد الزوال، قبل تحدي منتخب غينيا الاستوائية في أول مباراة بين المنتخبين، وهذا يوم الأحد 16 جانفي بمدينة الدوالة دائما وبذات الملعب، لكن على الساعة 8 ليلا. ثم كوت ديفوار في آخر مباراة عن مباراة الدور الأول، وهذا يوم الخميس 20 جانفي وفي نفس الملعب لكن على الساعة 5. ورغم صعوبة المهمة هذه المرة بتغير الصفة التي يدخل بها زملاء رياض محرز هذه البطولة عقب تحولهم إلى المرشح الأول والأبرز الذي ينتظره الجميع، خاصة وأن المنتخب الوطني سيحاول الاحتفاظ بسلسلة الهزيمة، وهو الذي بلغ المباراة رقم 34 دون خسارة، وبات على بعد مباراة واحدة على المنتخبين الإسباني والبرازيلي، وعلى بعد 3 مباريات فقط على صاحب الرقم القياسي العالمي المنتخب الإيطالي الذي بحوزته 37 مباراة دون خسارة. وفي حال تمكن المنتخب الوطني الجزائري من تجاوز الدور الأول دون خسارة سيعادل رقم المنتخب الإيطالي، وفي حال تمكنه من بلوغ الدور الربع النهائي سيحطم رقم منتخب إيطاليا، وبالتالي دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية، حيث سيصبح المنتخب الوطني الجزائري أول منتخب في تاريخ كرة القدم الذي يصل إلى المباراة رقم 38 دون خسارة، وهو ما نتمناه للنخبة الوطنية. وكأس إفريقيا ستعرف مشاركة 5 لاعبين جزائريين تنتهي عقودهم الصيف المقبل، واحد منهم يوجد دون فريق وهو يوسف بلايلي صاحب أحسن هدف في كأس العرب الأخيرة، وهو الآن في وضعية اللاعب الحر التي تتيح لهم التفاوض وحتى التعاقد مع فريق، وعليه فإن المشاركة في نهائية كأس أمم إفريقيا بالكاميرون ستعد بالنسبة لهؤلاء الخماسي فرصة لإثبات قدراتهم والبحث عن عقود جديدة بامتيازات فنية ومادية أحسن بكثير مما يحصلون عليه في الفترة الحالية. وسنتناول في هذا الموضوع هؤلاء الأسماء وبأكثر تفاصيل، ونبدأ بصاحب أحسن هدف في كأس العرب الأخيرة يوسف بلايلي،
ويعد اللاعب يوسف بليلي أبرز الأوراق الأساسية في حسابات الناخب الوطني جمال بالماضي، بدليل تألقه خلال الدور الثاني من تصفية كأس العالم وقيادته للمنتخب الوطني الجزائري، أقول للمنتخب الوطني إلى التتويج بكأس العرب الأخيرة بقطر. وسيكون ابن الباهية وران والموجود دون فريق بعد فسخ عقده مع نادي قطر القطري خلال الشهر الماضي، مطالبا بتأكيد مستوياته المعروفة خلال العرس القاري بالكاميرون، وهذا من أجل إقناع أحد الأندية الأوروبية بضمه، وهو الذي كشف عن رغبته في اللعب في القارة العجوز بعد تجارب عديدة في الدوريات العربية مثل تونس والسعودية وقطر، وهو ما سيسعى لاستغلاله على اعتبار أن هذه البطولة تعرف حضور كشافي أكبر الأندية الأوروبية، وسيكون يوسف بليلي في واجهة هؤلاء اللاعبين الذين ينتظر منهم الكثير في هذه الكأس. لاعب ثاني جزائري ينتظر منه الكثير وهو سفيان فيغولي. وعرفت العلاقة بين سفيان فيغولي ومع إدارة ناديها التركي جالاتا سراي في الفترة الأخيرة توترا كبيرا جدا بسبب إصرار مسؤولي الفريق التركي على تسريحه للتخلص من راتبه الشهري الكبير، لكن ابن الجزائر تمسك بموقفه بالبقاء مع النادي إلى غاية انتهاء عقده الصيف المقبل، وهذا يعني دخوله الآن في وضعية اللاعب الحر وإمكانية البحث عن وجهة جديدة. ورغم أن وسائل الإعلام التركية كانت قد تحدثت عن إمكانية انضمامه إلى نادي باشاك شهير فإن التركي فإن فيغولي لم يحسم مستقبله وقرر ترك الأمور إلى ما بعد المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة، لأنه يبحث عن التألق مع المنتخب الوطني الجزائري للحصول على عقد جيد يؤمن به مستقبله الكروي في أوروبا، من منطلق أنه لا يفكر حاليا في الاحتراف بالدوريات الخليجية. نشير أن اللاعب فيغولي كان قد استأنف التدريبات الجماعية مع المنتخب الوطني الجزائري خلال تربصه الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو ما أسعد كثيرا الناخب الوطني جمال بالماضي، باعتبار أن سفيان فيغولي يعتبر قطعة أساسية في التشكيلة الوطنية للنخبة الجزائرية. لاعب آخر ينتظر منه الكثير في هذه البطولة، ويتعلق الأمر بإسلام سليماني اللاعب الأسبق لفريق شباب بلوزداد وابن حي عين البنيان، وينتهي عقد الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري مع نادي أولمبيك ليو الفرنسي الصيف المقبل، وهو مجبر على البحث عن وجهة أخرى عبر بوابة كأس أمم إفريقيا المقبلة، خاصة وأن سليماني عانى منذ انضمامه إلى النادي الفرنسي من عدم المشاركة بانتظام في التشكيلة الأساسية. ويستهدف إسلام سليماني التعاقد مع نادي أوروبي في الفترة المقبلة، وتشكل كأس إفريقيا ورقة رابحة لنجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي لإعادة تسويق نفسه بالطريقة المثالية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو المرشح لمواصلة تألقه مع كتيبة جمال بالماضي. لاعب آخر ينتظر منه الكثير في تشكيلة المنتخب الوطني ويتعلق باللاعب فريد بولايا، فقد كشف نجم نادي ماتش الفرنسي فريد بولايا عن إمكانية كبيرة كلما أشركه الناخب الوطني جمال بالماضي في مباريات الخضر، وهو يعول كثيرا على مشاركته الأولى في كأس أمم إفريقيا لمنح تطور إيجابي لمشواره الكروي، خاصة بعد أن قرر عدم تمديد عقده مع النادي الفرنسي ماتش، والذي ينتهي خلال الصيف المقبلة. ويدرك بولايا إن إمكانية مشاركته في كأس أمم إفريقيا وتألقه مع الأفناك ستفتح له الأبواب للانتقال إلى نادي أوروبي أفضل بعد أن عرقلت إدارة فريقه انتقاله لبعض الأندية خلال الفترة الصيفية الماضية.
بسبب جشعي المادي عفوا الأمر الذي أثر كثيرا على معنويات بولايا ودفعه لحس مستقبله بعدم التجديد. لاعب آخر ينتظر كذلك منه الكثير وهو ابن فريق اتحاد البوليدة واللاعب الأسبق لفريق وفاق قسطيف واللاعب الحالي في فريق الترجي التونسي، ويتعلق الأمر بعبد القادر بدران. هذا الأخير كان قد حسم قراره بعدم التجديد مع فريق الترجي منذ فترة، كما أنه رفض الحسم في العديد من العروض التي وصلته من أندية سعودية وقطرية بعد تألقه في كأس العرب الأخيرة مع المنتخب الوطني الجزائري تحت قيادة المدرب مجيد بوغرة. فقد قرر ابن مدينة البوليدة بدران تأجيل كل ذلك إلى ما بعد المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وهو الذي يملك حظوظا وافرة للعب في التشكيلة الأساسية مكان جمال بالعمري بفضل تألقه وتراجع مستويات هذا الأخير، وهي فرصة ذهبية لنجم الترجي وابن مدينة البوليدة للفوز بعقد جديد يكون مغريا من الناحيتين الفنية والمادية في نفس الوقت. تلكم هي أهم الأسماء التي ينتظر منها الكثير في كأس أمم إفريقيا، وهي الأسماء التي تسعى للخروج بمستويات كبيرة وبالتالي الظفر بعقود مع فرق معروفة. نضع نقطة نهاية حصة هذا اليوم، وعلى أن نلتقي في موضوع آخر من مواضيعنا الخاصة عن المنتخب الوطني الجزائري. هو كريم ماضي، ونتمنى لكم دوام الصحة والهناء وخير الكلام. السلام.